هنا في اتجاه ايديا كده لوحات الذين تقدموا لنا بمكتبات اسمائهم موجوده هي، وهنا اللي تقدموا لنا في الاعمال التاسيسيه للمكتبه سواء باجهزه او بتبرعات هنا، وهنا اسماء المهندسين المعماري والانشائي والتنفيذ، وهنا لوحه الافتتاح. ده المهندس المعماري والمهندس التنفيذ الانشائي. شكرا ليك. طبعا هم خدام قبل ما يكونوا مهندسين، عشان كده عملوا المكتبه بروح الخدمه الجميله بالتدقيق الشديد. لو بصيت في الارض تلاقوها قطعه فنيه، لو بصيت في السقف قطعه فنيه، لو بصيت يمين ولو بصيت شمال. وده البهو بتاع دخول المكتبه، ودول اتنين اسانسير بيطلعوا ببطء للدور اللي فوق علشان اللي طالع فيهم يشوف المنظر الجميل اللي موجود.